النشرة الرياضية المفصلة من الميادين. السلام عليكم. السعودية تحسم قرارها وتنسحب رسميا من مواجهة فلسطين في رام الله. الفيفا يدرس أسباب الانسحاب لتوقيع العقوبات المناسبة. وماليزيا تسير على خطى الأخضر وتطالب بنقل مباراتها مع الفدائي في التصفيات الآسيوية المزدوجة في خارج بل إلى خارج الأراضي المحتلة. بين تمسك فلسطين بحق اللعب على أرضها وبين رفض السعودية العبور إلى الأراضي المحتلة خوفا من التطبيع، ولدت أزمة رياضية بأبعاد سياسية بين المنتخبين. التف الفلسطينيون حول منتخب بلادهم وطالبوا بحقهم بإقامة المباراة في ملعبهم البيتي. وحدها حركة حماس وقفت إلى جانب المنتخب الأخضر وفضلت عدم حضوره إلى أراض لا تزال تقبع تحت الاحتلال لأن ذلك يمثل اعترافا بالمحتل. الاتحاد الدولي لكرة القدم تدخل لفض النزاع وحكم لمصلحة الفدائيين وأجبر السعودية على حزم حقائب السفر والتوجه إلى ملعب فيصل الحسيني في رام الله، لكن المنتخب الخليجي حسم موقفه وقرر الانسحاب. صحيفة الجزيرة السعودية كشفت عن إرسال اتحادها المحلي كتابا رسميا إلى فيفا يبلغه قرار الانسحاب، قرار نتج عن مخاوف أمنية بسبب الانتفاضة التي تشهدها الأراضي المحتلة إضافة إلى الخوف من التطبيع. عقوبات جمة تنتظر الأخضر. لجنة الانضباط الدولية ستدرس أسباب الانسحاب قبل فرض العقوبات. المؤكد أن السعودية ستفقد نقاط المباراة الثلاث لصالح فلسطين مع دفع غرامة مالية كبيرة، لكن شبح شطب نتائج الأخضر كاملة يؤرق رجال المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك. منتخب شرق آسيوي حذى حذو نظيره الخليجي. ماليزيا طلبت من الفيفا نقل مباراتها مع فلسطين إلى أرض محايدة. مجددا كانت المخاوف الأمنية حاضرة على طاولة الاتحاد الدولي الذي لم يتجاوب مع الطلب الماليزي حتى الساعة. ويبقى السؤال عن مصير المجموعة الآسيوية الأولى التي يبدو أن مبارياتها لن تمر بردا وسلاما على المنتخبات التي تواجه فلسطين في ملعبها البيتي. ويبدو أن منتخب الإمارات هو المستفيد الأكبر من التطورات لكونه حل ضيفا في رام الله. التهرب الضريبي تهمة موجهة إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم تحركت بموجبها الشرطة المحلية لمداهمة مقر فرانكفورت. الادعاء الألماني يشتبه بتهرب مرتبط بواردات خاصة في الاتحاد الألماني لكرة القدم عام 2006 وتحويل نحو 7 ملايين يورو من اللجنة المنظمة إلى فيفا. الشرطة فتشت منازل مسؤولين اتحاديين بالرغم نفي الاتحاد الأمر جملة وتفصيلا. تحرك السلطات عقب تقريرا في مجلة ديرش بيجل حول استخدام هذه الأموال لشراء الأصوات. دوري أبطال أوروبا تصل إلى جولات الحسم. الفرق المتعثرة تأمل تدارك موقفها فيما يلعب بل ملعب برنابيو يحتضن القمة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. صراع الصدارة على أرض سانتياغو برنابيو، ريال مدريد يسعى إلى ضمان المركز الأول وباريس سان جيرمان يأمل بصمة قارية في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. النادي الملكي يستعيد خاميس رودريغيز وسيرخيو راموس وبيبي وكيلور نافاس، بينما يطال الغياب غاريث بيل ودانييل كارباخال وألفارو أربيلوا. مدرب بي اس جي لوران بلان أبدى رغبة فريقه في عدم منح مضيفه فرصة اللعب بأسلوبه، وأشار إلى أن لفريقه الطموح والقدرة لتحقيق الانتصار بوجود زلاتان إبراهيموفيتش وإدنسون كافاني. ومن المقرر يستقبل جمهور الميرينغي أنخيل دي ماريا بالتصفيق الحار في أول زيارة لمدريد منذ انتقاله إلى نادي الأمراء. ويلتقي أيضا شختار دانييتسك مع مالمو في المجموعة عينها. وفي المجموعة الثانية يطمح مانشستر يونايتد إلى تدارك الموقف عندما يستضيف سيسكا موسكو. أداء الشياطين الحمر المتذبذب دفع المدرب لويس فان غال إلى الاعتراف بأفضلية منافسيه عليه. عاملا الأرض والجمهور سلاح ذو حدين بالنسبة للمانيو، والنقاط الثلاث تقرب من التأهل من دون الدخول في الحسابات المعقدة في المجموعة متبعثرة الأوراق. الكلام عن عقم هجومي غير صحيح، فنحن نمر في فترة تطور وعلينا الاستمرار بها. كتابة تاريخ جديد ليس بالأمر السهل، نحتاج إلى المزيد من الوقت لتقديم كرة ممتعة. ويلتقي في المباراة الثانية أيندهوفن مع فولفسبورغ المتصدر، وفي الثالثة يستضيف أستانا الكازاخي أتلتيكو مدريد في لقاء سهل للفريق الإسباني وإن كان في مجاهل القارة الآسيوية.
فيما يلتقي بنفيكا البرتغالي المتصدر مع جالاتا سراي التركي. ويأمل يوفنتوس الإيطالي تناسي خيباته المحلية ومتابعة مسيرته القارية الناجحة. ويحل فريق السيد العجوز ضيفا على بوروشيا مونشنغلادباخ رافعا شعار الحذر. وفي مباراة قوية يلتقي إشبيليا مع ضيفه مانشستر سيتي. بطل الدوري الأوروبي يسعى إلى تعزيز فرصته في المنافسة، بينما لا يمتلك الإنجليزي الحلول الكثيرة. الفوز وحده يبعده عن ملاحقه. سيجلس المدرب جوزي مورينيو على مقاعد الجمهور حين يستضيف تشيلسي منافسه ستوك سيتي السبت المقبل بقرار من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم. المدرب البرتغالي دفع ثمن تصرفاته بحق الحكم خلال لقاء ويست هام يونايتد الشهر الفائت. العقوبة ستشمل دفع 40,000 جنيه استرليني أيضا. القرار الصادر يأتي في أسوأ فترة يمر فيها مورينيو، حيث يقبع فريقه في المركز 15 بعد 11 مرحلة. في مونديال الناشئين على أراضي تشيلي، واصلت المكسيك رحلتها بثبات بعدما تخطت بطاقة الإكوادور في ربع النهائي بهدفين نظيفين. حسم أبطال العالم في مناسبتين سابقتين بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، وتضرب موعدا ناريا مع نيجيريا حاملة اللقب. وبدورها تأهلت بلجيكا صباحا بفوزها على كوستاريكا بهدف وحيد لتواجه مالي الفائزة على كرواتيا. والآن جولة على أبرز عناوين الصحافة الدولية مع مايك شغل. تفضل مايك. شكرا وأهلا بكم في جولة على أبرز عناوين الصحافة الدولية التي نبدأها من إسبانيا مع اليومية أس التي عنونت على غلافها: خماس دخل القائمة للمرة الأولى منذ 56 يوما لكن لن يشارك أساسيا، من دون بيل وبنزيمة لكن مع كريستيانو. اليومية نشرت صورا خاصة لغرف تبديل الملابس في ملعب ختافي، حيث ترك لاعبو برشلونة آثارا مسحوق باللون الأحمر احتفالا بهالوين، ما دفع بإدارة النادي للاعتذار. من إسبانيا ننتقل إلى ألمانيا مع اليومية كيكرث، قد أبرزت على غلافها كلام كريستيانو رونالدو: من الممكن مغادرة ريال مدريد. نجم النادي الملكي اعترف لليومية أن اعتزاله اللعب قد لا يكون في العاصمة الإسبانية. بالنسبة للبرتغالي هو أفضل لاعب في العالم، لذا يدفع ثمن إنجازاته بحيث يشعر بالألم في جسمه نتيجة العمل الدؤوب. وإلى الصحافة الفرنسية مع اليومية الواسعة الانتشار لباريزيا، فقد عنونت: نكسات جوليان شوفاليه لاعب كرة قدم عاطل عن العمل. اللاعب الفرنسي لم يجد ناديا للتوقيع معه خلال سوق الانتقالات الصيفية. اللاعب السابق لنادي باريس في الدرجة الثانية ترك منزله ليعيش مع شقيقه بسبب تراجع وضعه الاقتصادي، علما أنه كان يتقاضى راتبا شهريا قدره 3,000 يورو. وإلى إنجلترا مع ديلي ميل التي سلطت الضوء على أزمة نادي تشيلسي اللندني. الكاتب قال إن كارلو أنشيلوتي الموجود في العاصمة لندن قد يكون بديل جوزيه مورينيو، وخاصة أن الإيطالي لا يرتبط بعقد في الوقت الحالي، وكذلك مساعده السابق في باريس سان جيرمان كلود ماكيليلي. ختام الجولة ستكون من أمريكا اللاتينية مع أوليه الأرجنتينية التي عنونت: ورث الاحتفال. اليومية أبرزت صورة نجم بوكا جونيورز كارلوس تيفاس يقبل قميص ناديه بعد إحراز اللقب المحلي، وإلى جانبه صورة ابنه يقوم بالأمر نفسه في دلالة على حب البوكا لمختلف الأجيال. مع هذا الخبر من أمريكا اللاتينية نأتي إلى ختام الجولة الصحفية، والآن عودة إلى متابعة النشرة. شكرا لك مايك. بول بوجبا من المستحيل انتقاله إلى نادي برشلونة بحسب وكيل أعماله. مينو رايولا أكد في مقابلته الإذاعية بأن البرشا خارج خيارات انتقال النجم الفرنسي. الوكيل الإيطالي نفى وجود اتفاق مبدئي مع أي نادي للموسم المقبل، علما أن سوق الانتقالات الأخير شهد عروضا عديدة تراوحت بين 85 و100 مليون يورو مع المكافآت، لكن بوجبا فضل البقاء مع يوفنتوس. الختام من السلة الأمريكية، حيث بات تيم دانكن أكثر اللاعبين الفائزين بعدد المباريات مع فريق واحد بعدما تخطى فريقه سان أنطونيو سبيرز مضيفه نيويورك نيكس.
عملاق سبيرز دخل التاريخ بفوزه ب 954 مواجهة في 19 موسما. دانكن تخطى رقم جون ستاكتون نجم يوتا جاز سابقا. ابن 39 عاما سجل خلال اللقاء 16 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة. أصحاب الأرض تكبدوا الخسارة الثانية من مجموع 5 مباريات فيما رفع سان أنطونيو عدد انتصاراته إلى 3. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة. نشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم.